أول حاجة منيش مريض وجيت لنا على خاطر جابوني بسيف، قال شنو هو مهبول ومريض ونسمع فيها أصوات نمبورت كوا. مش مالك براسني بشتغل بالسلاطة؟ هايو راك السلاطة سلاطة؟ شنو هو سلاطة؟ شقتل مسلاطة باش تحطم من جيني نهر مسلاطة كلمتوها كلمتوها ما تخافش نفس اني بها لجمي طبيب نتاعك اني باش نحميك نجم تقول لي شكون سلاطه باش تحط لي سم في سلاطه تحب تقتلني شكون يحب يقتلك قالوا لي امي تحب تقتلني شكون هم اللي قالوا لك نعرفش نعرفش فما اصوات نعرف وما اصوات لي ساعات نراهم متلمين عليا ويحكيوا عليا يحبوا يقتلوني ساعات يسبوني ساعات يتمنيكوا عليا وساعات ما نفهم من كلامهم شيء كلمته ارتاح حسب ما فهمت تشوف دي لا سكيزوفرينيا الانفصام في الشخصيه اللي هي اون مالادي مونتال اللي تخلي العبد والا العبيد تصرفاتهم بيزار ماهيش مفهومه جمله لا كوز كيما تنجم تكون نورولوجي كيما تنجم تكون تتولد سكيزوفرين خاطر ابري لي زيتود اللي عملناهم ريسامون لقينا انه اذا كان فما عائله فيها un schizophrène, ça m'a plus de chance, puis j'y fais un autre schizophrène. Donc voilà, donc à peu près, je m'en coule les causes de la schizophrénie. Femme a une chose importante, c'est que femme a des facteurs qui créent le cadre social. Ils ont un impact sur toi, ils créent et ils déclenchent le trouble de toi dans la situation. معناها كو سوسوا تسمع حاجات ولا ترى حاجات وهم شي موجودين تولي بارانوياك تهلوس تحس العباد يحبوا هكا يقتلوك فما اصوات تسمع فيها بيزار على الاخر فما ولا معناها كيما انت بالضبط قلت لي ومن الحاجات نجم نقولوا من الحاجات الجراف في حكايه سكيزوفرينيا انك ساعات نجم توصل ميم تضيع في التفكير متاعك تخلق اونيفير اخر تعيش فيه واللي في ديكا غراف ينجم يكون تكون خطر على روحك وعلى المجتمع وعلى العباد اللي دايرين بيك دونك الحقيقه بوغ اتر نيت في حكايه سكيزوفرينيا سي ان تروبل تري تري ديفيسيل على خاطر لازمنا بوكو دو سيونس بوكو ثيرابي باش نحاول نفهموا لي سيتوياسيون اللي انت تحطيت فيهم لي كوز بالضبط لي فاكتور اكسترا اما sincèrement c'est pas évident du tout alors خاطر une fois دخلت في لونيفير وخلقت لونيفير نتاعك تولي الحكايه صعيبه وتنجم تقول بلوز موان بدات تخرج من يدينا معني دونك فوالا اني باش نعطيك رونديفو الجمعه الجايه في نفس الوقت نتاعنا توا نحاولوا نزيدوا نفهموا بعضنا وتحاول تحكي لي اكثر حاجات اسبيرون ان نلقاو حل وكما قلت لك فوالا نتلاقاو الجمعه الجايه في نفس الوقت Thank you.